كده مش فاكر. هي عنده جريك فود حلوه برضه فول لطيفه تركي. بس لطيف جدا. توصل بسرعة. يا جماعة احنا دلوقتي نيجي عشان نجيب التيكت. الوقت بتاعها خلص فهنجيب تيكت. الموضوع سهل جدا. انت بتختار سينجل تيكت اصلا. احنا في السايد ناخد راوند جينا من هنا الجزء اللي هو اللي هناك ده. ما هتكون هتكون نطلع من الحته دي بالظبط. احنا هنعدي دلوقتي. الفوتو بتاعتها جميله بصراحه لطيفه جدا مبسوط بيها. انا مش عارف كان ده الانترناشونال او الدوستيك بس شكله كده ممكن يكون كله اللي هو القصر اللي هو جوه فوتو مفيش. في بودابست. اوكي ما عنديش مشكلة. فتحت. استنى. بس عندنا كذا حاجة هنروحها يعني فالموضوع. وهي لقطة جميلة في أنحاء بودابست. في ريحة الذهاب الآن إلى محطة المترو. اكتشفنا في الآخر إن احنا هناكل عندنا باستا عن بيتزا اسمه إيه شيء أنا مش فاكر. هو عنده جريك فود حلوة برضه فود لطيفة بولز يلا فيه. اجواء بودا بشت في الاكل. تمشوا خطوه بتلاقوا مكانات. الاكل هنا كتير يا جماعه كل لما تيجي متنوع بقى يعني انت بس مش تزهق يعني من كل يوم هتغير حاجه من كتر ودي حاجه لطيفه جدا يعني. يعني بودا بشت من اكتر الحاجات اللي فيها في ماتش هنا برده تركي. لو اعرف كنت جيت جربته. شكله لطيف ده كيف فاست فود. حلو كيف فاست فود الحمد لله. وصلنا الى محطة المترو سوف نذهب الى ناجلت. بس اسألها بقى التيكت دي كده خلاص ولا ايه؟ ما انا هقول لها كده. احنا بس كنا عايزين نتشيك التيكت اللي احنا جبناها عشان مكتوب عليها سنجل تيكت بس بتقعد 24 اور. احنا محتاجين نتشيك اذا كانت التيكت دي كده خلاص ولا لا. يذهبون الان الى المترو. موضوع المترو هنا في بودابست لطيف جدا. توصل بسرعه. احنا ممكن تقول لهم ممكن نسال. دلوقتي هنروح عشان نسال التيكت بتاعتنا ولا نقطع التيكت جديده. خلينا نتشيك. اوكي يا جماعه احنا دلوقتي هنيجي عشان نجيب التيكت. طلعت التيكت الوقت بتاعها خلص فهنجيب تيكت تاني. الموضوع سهل جدا. انت بتختار سينجل تيكت. يس. اوكي. دي السعر بتاعها 2 اذا انت عملت 3. اوكي اوكي. سيارت ديفايس كده دوت برنت سيت كده خلاص. بتختار الكريدت كارد. بعد كده كريدت كارد
اطلع من هنا على طول. successful. هنزل تور دلوقتي. يس. الموضوع سهل جدا. كده ناخد تور تيكت. بعد في اجواء هايبر. التيكت سعرها كام؟ 40. كم يورو؟ 440 فورنت. I mean 1 euro, maybe one euro point 30 cent. 1 euro. Okay. Yeah, did you know? From third amel, check in. Okay. Yes, you know the latif with them. Okay, thank you. Okay. Thank you. فهمونا الآن إلى أجواء المترو لطيفة. إيه الأخبار يا شيخ؟ إيه أخبارك؟ أوكي ودي الأجواء. الشارع عندها اشتغالات مع الجزء بتاع السلم. مشكلتك مع السلم؟ لا هو كبير بس فأنا عندي هو سلم ديب قوي يا جماعة، مختلف شوية عن عندنا، فالموضوع تحس انه ديب جدا، فبتحس ان في حد، فالموضوع لطيف. وبعد رحله كبيره من هايبر ماركت الفظيع حاولنا نوصل اخيرا الى اجواء موطننا الاخر. احنا قاعدين في السيتي سنتر عند الجزء اللي هو بتاع الاكتاجون ده، جنبينا كل بقى المحلات والاكل والريسترا والشوبينج، فالدنيا لطيفه لطيفه يا جماعه انكم تقعدوا في سيتي سنتر عشان الموضوع بيبقى سهل بدل ما تقعدوا تقطعوا كتير ترانسبورتيشن في كل حته. كوسبون ويتش سايت اوكي نخليني كده عشان اعرف احنا لسه انا خدتها بالظبط. احنا هنيجي احنا ننزل هنا بالظبط بالظبط كده. اوكي ليتس جو. يبقى احنا في السايد ده، هو انت خلاص بتيجي انت تتشيك على الستيشن اللي انت هتنزل فيها. احنا خلاص هننزل في الجزء ده، فبيقول لك ان انت في السايد اللي هو من ناحيه تشيك. برضو لو انت السيشن بتاعتك في مكان تاني يبقى انت في السايد اللي هو بيستخدم المترو هيعرف يستخدمه. الموضوع سهل، حاطط لك بلانز لكل حاجه. احنا المفروض ان احنا قاعدين هنا في الاريا دي، المترو دلوقتي هنا، المفروض ان احنا هنمشي كده على ما اتوقع. خلينا هتعملي ايه يا شيري النهارده في اليوم العالمي بتاعك؟ احنا ما اكلناش حاجه خالص في قدرنا بس ماركت بوتافيشت. احنا متجهين دلوقتي الان الى المترو، وده المترو يا جماعه. خلينا ناخد اول مترو. الاجواء المترو هي البوتافيشتيه. خلينا نوصل. دلوقتي خلاص احنا دخلنا المترو عشان نوصل للمرحله بتاعتنا. احنا المفروض ان احنا هننزل في الجزء اللي هو المترو. I think بالظبط احنا هنا دلوقتي وهننزل هنا. احنا فين اصلا؟ اوكي بس يا جماعه قد ايه الموضوع لطيف وما فيهوش مشاكل كتير، سهل جدا. والمترو سهل كل حاجه بصراحه. لا اللي بيعرف يستخدم المترو هيعرف يوصل بسهوله، يعني خصوصا ان في جوجل هو محدد لك انهي خط، يعني M3 M4، فانت تبقى شايف المحطه بتاعتك هي بتبقى هي سهله وبسيط جدا، فخليك دايما في الاتجاه اللي هو الصح عشان ما تتعبش.
في اللاين اللي هو بتاع ام سي. لا شويه احنا ممكن ناخد سي سي معاهم. من الحاجات برضو اللطيفه هنا موضوع الترانسبورتيشن سهله. لا سهله في بودابيشت. فدي من الحاجات اللطيفه قوي مش بتخليك تلاقي اي صعوبه في موضوع المواصلات. بس يا جماعه لازم تكونوا قاعدين في سيتي سنتر عشان السيتي سنتر بتسهل الدنيا عليكم في كل الحركات. سيتي سنتر افضل ليك في الحركات ولا الايه؟ سيتي سنتر افضل ليك في السيتي سنتر؟ السيتي سنتر احسن وحوالي كل حاجه وحوالي كل المزارات. هذا افضل عشان ما تروحش وقت كتير لانها هي كبيره ومرهقه. السفر كده فبتضطر ان انت تمشي ستيب باي ستيب عشان الدنيا تبقى لطيفه. باي ذا واي موضوع جميل وحلو قوي. احنا كده مسلمين على حتى واحده عشان هننزل في رجعتي وزكت اوكي خلاص يا جماعه هسيبكم دلوقتي لحد ما اشوف ايه هنعمل ايه. باي باي. اوكي احنا خلاص جايين في الستيشن اللي هي بتاعتنا اللي هي موجوده الموضوع لطيف يا جماعة وسهل مش صعب خالص. الدنيا لذيذة. كده احنا خلاص هنطلع للجزء اللي هو بتاع الجزء اللي هو بس القصة بقى السلم حالك عندنا وكده. الدنيا مش زحمة شوية بس برضو نفس الوقت هو بس الموضوع كبير شوية يعني. بس في برضه عاملين زي الاليفيتورز هنا الجزء اللي هو في النص ممكن توصله أسرع لو أنت مش قادر يعني تطلع على السلم كده. بس تحس إن في سلوبينج عشان أطلع عن التاني. انا شايف ان هو لطيف واسرع من الترانسبورتيشن اللي هي الخارجيه بتاعه الباص وكده. دايما المترو اسرع بكتير بيسهل كتير. اي مترو في الدنيا هو واسع وطينه وحلو ونظيف. يعني مش زي عندنا مش بس هنا العدد قليل مش اكتر. في ناس بس قليله. هنا 10 مليون يا جماعه بس انا شايف ان هي برضه زحمه. يعني بص انا بقارنه بالمترو بتاع الزمالك او المترو بتاع مصر الجديده. هي بتفرق بس شوية اذا كانت الدنيا في الوقت اللي هو البيك الزحمة او لا. وفي وقت تاني الدنيا بتبقى فيه لطيفة. بس عامة الدنيا لطيفة دلوقتي. هنطلع من هنا. احنا دلوقتي متجهين للخروج. خلينا كده ولا كده؟ اوكي. احنا دلوقتي خلاص خارجين المترو. هنطلع في الجزء اللي هو ده الجزء اللي احنا نزلنا فيه الصبح واحنا بنحجز التيكت بتاعت الباص نفسها. هو ناجوتي اي ثينك اسمه ناجوتي. نقول عليه ناجاتي بصراحه بس هو ناجوتي. بس فالدنيا لطيفه بالظبط. بس اي ثينك ان احنا كده خلاص وصلنا للجزء اللي احنا عايزينه.
سو كده احنا بقى قربنا. يلا بينا اتش اند ام اهو. فيك الباص هنا بس مختلف شويه المكان ده. خلينا نبص بصه كده شيري ليدوي. شيري احنا كده وصلنا. ايوه اوكي يلا بينا. لوكيشن بقى ها ده المول احنا كنا فيه. ووصلنا الى اجواء بوتافيست الخارجيه من الجزء بتاع المترو. شيري لازالت في البحث عن مكان لوكيشن. لا بقول لكم ان المترو اه المول ده يا جماعه احنا عدينا فيه امبارح اليوم كله. في براندز كتير جدا كل اللي انتوا عايزينه والبرايس بتاعته حلوه قوي على فكره. لا كتير عشان ما تضيعش يعني بالظبط. يعني انت لو ريدي سنتر ده اقرب حاجه ليك كمكان فالدنيا هتبقى لطيفه وانت بتوصل فالموضوع ممكن يكون مختلف عندك. بلس يعني انت لو وصلت في حاجه اسرع من هنا هتوصل برضه. انا مش عارف انا بقول ايه بس اتس اوكي يعني انا خايفه ما نقدرش نكمل ونروح ايه ماكدونالدز. يعني ايه هو ما نروح ماكدونالدز ايه مشكله وناكل بالليل في الباستا والبيتزا عادي. زهقتي ماكدونالدز؟ لا 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 انا بتكلم يعني ونروح ناكل تاني بالليل عادي ناكل على طول. مش حاجه احلى من الاكل. مش حاجه احلى من الاكل يا جماعه. الاكل هي احلى حاجه في الدنيا. لا خلينا نروح مكان هناك. اوكي خلاص ونحن متجهين الان الى برضه شوارع في بودا في المدينه والفيوهات لطيفه. شيري واحنا لما جينا من هنا؟ لا احنا طلعنا من هنا من عند ديكاتلون. اها اوكي هنا في كمان يا جماعه ديكاتلون اهو. اوكي طلعنا من عند ديكاتلون مشينا شمال كده. اه احنا لما جينا من هنا الجزء اللي هو اللي هناك ده جينا اول مره طلعنا من عند ديكاتلون. اوكي ما احنا كنا احنا كنا المفروض نطلع من الحته دي. يس بالظبط. اوكي احنا هنعدي دلوقتي ونحن في ذهاب العبور الى الضفه الاخيره. اضطر نعدي بسرعه عشان خلص صوره اوريدي. بودابستيا جميلة بصراحة لطيفة جدا انا مبسوط بيها. الدنيا هنا حلوة والويك اند انا شايف الدنيا لطيفة مش زحمة. الدنيا برضه كويسة. نعم شايف الزحمة بكرة ويك اند خالص بس النهاردة اول يوم بدأ على فكرة. النهاردة سبت بكرة يعني كمان حد بس نوم يوم بيشتغل حاجة بيشتغلها نص يوم يعني. بالظبط. لا ممكن تكون بس المحلات اللي فيها الماركت وكده عشان في محلات طبعا القديمة اللي زي عندنا كده وسط البلد زي زمان فبيقفل. الترافيك لطيفة وده الترام. في برضه هنا الباص شيري طبعا من اكتر الناس اللي بتسوحنا في الطرق ودي حاجة انا لازم اقولها. هي عمالة تخلينا عمالين نجري العادة. ايه شيري انت جريتينا بودا كلها بس انا ركزت ان احنا نمشي كده. انا حطيت فيك كومبليمون فظيع جوه قلت ان انت اكتر واحده بتسوحينا بصراحه في الطرق. بس الحق يا جماعه لازم يتقال برضه شيري ليها فضل جامد جدا في في الجايدز بتاعتنا في الموضوع ده. هي اللي وصلتنا لكل الاداء اللي احنا فيه ده. لولا شيري ما كناش عرفنا نتشقلب الشقلبه دي كلها. لا ده كتير بس كتير ما انا كتير قوي كتير. ودي يا جماعه محطه القطر ده شكله قطر ده اي ثينك ده دوميستيك. انا مش عارف اذا كان ده الانترناشونال دوميستيك بس شكله كده ممكن يكون كله اللي هو القطر اللي هو جوه بوتا فيش. انا شفت مش 12 ساعه ايوه. لا القطارات برضو التايم بتاعتها هنا كتيره.
شيمني كيك يا جماعه من الحاجات اللطيفه قوي. دي من التجارب المهمه جدا الشيمني كيك، ما تنسوهاش الشيمني كيك دي يا جماعه فظيعه فظيعه. في فيديو عاملينه اوريدي واحنا بناكل فيها شيمني كيك، حاجه وهميه. هنصور لكم احنا هنعدي كده، احنا على طول يلا. اوكي نحن ذاهبون مره اخرى الى مطعم الجميل بتاعنا. الاجواء انا شايفها لطيفه ومتعلقه في بودابست. النهارده برضو الدنيا شايفين مش زحمه شويه بس لطيف. ماكدونالدز ده يا جماعه جميل قوي، هيرتش كده. بس جميل عندنا فيه كذا يوم فور سبورت. طبعا هنا الاسعاف يعني 24 اور، صوتها فظيع زي ما انتم شايفين. مش مزعج شويه بس هي سيتي سنتر كده، يعني طول ما انت في سيتي سنتر هتلاقي الترافيك شد حيلها شويه. نطلع فين؟ اوكي احنا قريبين جدا خلاص. بس ايه ثواني. اوكي ما عنديش مشكله. ولا زال طريقنا الجميل الى البحث عن وجبه من اللذيذه بودا فيشت. اي ثينك الريستورانت اللي احنا رايحين دلوقتي اسمه بايلو او باولو مش فاكر. لما يجي انا هصوره لكم. عامه هو بيعمل باستا بيتزا تحفه. لافا شفته اللي هو ده. ممكن تبقى الدنيا لطيفه شويه بس الاجواء حلوه. نزلنا في مستنيين طبعا الاشاره عشان نعدي. الاشاره لسه ما فتحتش. المفروض نستناها. من الحاجات اللطيفه برضو احترام المرور دي حاجه شياكه. فور سيفي بعدين مخارج هنا كتير قوي في الطرق، فاحنا لازم كده احنا هنقدر نعدي. كويس هنا لطيف. احنا خلاص كده احنا قربنا نوصل تحت البيت. احنا بصراحة قاعدين هنا في السيتي سنتر. شيري خلاص بدأت تفرهد مع ان اليوم بادئ الساعة 12 يا شيري. ولسه عندنا كذا حاجة هنروحها يعني، فالموضوع محتاج جري كتير. بلس ان انت عندك اوريدي كذا حاجة لسه هتعملها. انت ممكن احنا متجهين دلوقتي بسم الله الرحمن. خلينا ناخد راوند سريع في الجزء اللي هو هنا.